السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن يكون المشروع عندنا مكون من عدد من المباني، وفي مباني فيهم متكررة، يعني في مبنى بيتعمل أكتر من مرة. فعندي قاعدة إن أنا ما ينفعش أحط أكتر من مبنى مختلف في نفس ملف الريفت، لأ أعمل كل واحد فيهم في ملف مستقل، وفي آخر الشغل بجمعهم كلهم في ملف واحد. طيب هقول له لينك ريفت وأقول له أختار الملف ده مثلا. ظهر معايا بالشكل دوت، اقدر اعمل سيلكت عليه واقول له كوبي عشان يبقى موجود عندي اكتر من مره. هنسخه مثلا هنا مره وهنا مره وهنا كمان مره ومره كمان هنا بالشكل دوت. لو دخلت في 3D، وعشان تنزل حاجات بدقه ممكن تنزل ملف الاوتوكاد بتاع الموقع العام وتبدا تشوف الاماكن بتاعتك. ولو عملت سيلكت على اي واحد فيهم بتلاقي الرقم بتاعه ظهر عندك بالشكل دوت. اقول له في في وهدخل ريفت لينك، هلاقي ارك لينك موديل. هو ملف واحد تقدر تخفيه مره واحده بس، تحتيه الحاجات دي كلها ممكن تيجي على واحد فيهم وتخفيه او تتحكم فيهم، يبقى ليه اعدادات مختلفه. لو في واحد فيهم مثلا عايز تظهره بشكل معين تقدر تديله اوفر رايت لاعدادات مستقله خاصه بيه.